بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. مباراة الحسم النهاردة، كأس مصر الكرة الطائرة رجال، المباراة الفيصل بعد التعادل 1-1. المباراة ستقام الساعة 9 بعدما غير الاتحاد كرة اليد أو لجنة المسابقات غيرت ميعاده، خليته الساعة 9 عشان المباراة اللي هتبقى قبلينا لما تخلص في ميعادها، والمباراة تقام في ميعادها. وده الحقيقة اللي كنا بننادي بيه، وده يعني لازم نشيد بيه من لجنة المسابقات، انها طبعا اكيد حست ان المباريات الثالث والرابع، المباريات اللي بتسبق قبل كده بتبقى بتتأخر، فما فيش اي مانع لما نأخر المباريات نصف ساعة عن ميعادها عشان يبقى كل الامور من اولها محطوطة في نصابها الصحيح. المباراة مهمة جدا للنادي الاهلي ان شاء الله يكون او تاني القابه المحلية بعد الفوز ببطولة السوبر في بداية هذا الموسم والبطولة العربية. احنا طبعا اكيد كلنا ثقة في هذا الفريق مهما كانت النتائج، الفريق ده ليه رصيد كبير جدا عندنا، والفريق ده الحقيقة برجاله واللي منهم منورين في استوديو التحليل دلوقتي شاركوا بشكل كبير جدا في اسعاد جماهير النادي الاهلي. احنا هندعم الفريق في كل الاحوال، بندعم هذا الفريق، بندعم كابتن محمد مصالح ميدو، بندعم كل الفريق بشكل غير محدود، لأنه الحقيقة مهما كان هذا الفريق، وأفضل أقول كده، هذا الفريق له رصيد كبير جدا في قلوب كل أهلاوي. فإن شاء الله كل الدعم، وعندنا ثقة إن شاء الله بطولة الكأس النهاردة تكون من نصيبنا، وعندنا ثقة أيضا إن شاء الله في بطولة أفريقيا القادمة تكون من نصيبنا. في البداية برحب بنجوم النادي الأهلي واللي شاركوا بشكل كبير في بطولات النادي الأهلي في آخر 10-15 سنة. برحب في البداية بالكابتن عبد اللطيف عثمان نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك. اهلا بيك يا فايز، نورنا. ربنا يخليك. واحد يعني النجوم الكبار اللي ساهموا بشكل كبير في اخر 10-15 سنه بطولات النادي. ربنا يخليك يا فايز، الحمد لله. معانا كمان دكتور الطايره، اللي يعني الحقيقه انا من الناس اللي بستمتع بيها هو وكابتن طبعا عبد اللطيف في تحليله، راجل يعني فني وشارب الكره الطايره منذ الصغر. معايا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمود رؤوف. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. دكتور طبعا واسم على مسمى صح ولا غلطان؟ صح. وما شاء الله عليك، يعني طب حضرتك يعني والدك كابتن رؤوف عبد القادر احد نجوم الكره الطائره، وانت شارب منه الحقيقه الطايره يعني وانت صغير كده. انا متربيين في ملعب الكره الطايره طبعا. صحيح. انا 4 سنين وخمس سنين ببقى بجري في الملعب. عارف، ربنا يديك الصحه يا كابتن، منورنا وان شاء الله نكسب النهارده يا رب. شايف المباراه النهارده ازاي يا كابتن، وشايف اهميتها ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك قلت، المباراه النهارده مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، استعاده ثقه، استعاده رتم الانتصارات والبطولات اللي احنا الفرقه دي دايما عودتنا عليها. كان في طبعا عدم توفيق في مباراه الدوري كلنا شفناها، لكن وده اثر علينا برده في اول مباراه في الكاس، لكن انا شايف الفرقه، روح الفرقه، الفنيات حتى اعلى الحمد لله. المباراه الاخيره، مباراه صحيح الكاس، صحيح. ده يطمنا ان شاء الله ان عايزين نفس التركيز نقدر ان احنا يعني نستعيد الثقه ببطوله مهمه جدا. احنا لغايه دلوقتي على فكره احنا خسرنا بطوله وكسبنا 2، يعني الاوفر اول بتاعنا مايل للنجاح اكتر بكتير من فالفرقه الحمد لله لغايه دلوقتي منهم كمان بطوله السوبر كانت من النادي من نادي الزمالك بالظبط. والبطوله العربيه بطوله مهمه جدا حققناها، لسه الفرقه عندها بطوله افريقيا، فالنهارده ان شاء الله هتبقى خطوه مهمه جدا عشان بطوله افريقيا كمان. يبقى لو بنتكلم في موسم كسبنا 4 من 5، ده اكيد يعني نجاح كبير للفرقه. فان شاء الله يعني اهم حاجه ما نستعجلش النهارده، اهم حاجه نلعب على الفنيات الصح. احنا المباراه اللي فاتت ايه اللي فرق معانا؟ ان احنا وقفنا عناصر نادي الزمالك المهمه. احنا شايفين بالسكور وبالاحصائيات احنا ضاغطين على لعبه طول الماتش. احنا فاكر النقطه اللي اتكلمنا فيها امبارح ان اللعبه ما استقبلش كتير المباراه الاولانيه، ولما حط في البلوك يعني يوم ما خد برده فرص ما خدهاش فرص يعني سالكه بالظبط. هي كان اللي اشتغل شويه بالظبط كده. احنا امبارح كمان بالذات الضغط في الارسال ومهم جدا. احنا ما كناش قلقانين. احنا امبارح اللعبه مستقبل 39 نقطه، هو من اهم عناصر نادي الزمالك في الضغط، لاعبين عليه. ده معناه ان احنا فنيا مركزين. ابتدينا نعدل او ابتدينا نصحح اوضاعنا. النقط دي مهمه جدا، ان انت لعيب مهم في الناحيه الثانيه، عنصر مؤثر جدا في الضرب، في تخليص النقطه، ان انا اضغط عليه من اول الماتش واطلعه بره المباراه، دي حاجه مهمه جدا. ابتدينا نعمل كده الماتش اللي فات. واحنا قلنا عندك احصائيه، احنا ضيعنا كام سيرف الماتش اللي فات؟ عندنا احصائيه طبعا، ضيعنا سيرفات قد ايه. احنا ضيعنا، النادي الاهلي مضيع 18 ارسال بس، منهم يعني احنا مضيعين تقريبا 8 ارسالات من في الجيم الثاني. الجيم الثاني اللي احنا رجعنا فيه نادي الزمالك مضيعين 8 ارسالات من 18، يعني تقريبا نص اللي انت ضيعته. الماتش 18 ومضيعين 8 في الشوط الثاني بالظبط. لو شلنا الشوط الثاني مضيعين 10، قول كنت المفروض بالمعدل ده تجلي 3 بس في الثاني، 12 13 ارسال ضيعتهم في الجيم، برضه نسبه معقوله. وكمان انت موجه ارسالاتك صح، يعني انت مش بتعمل مثلا سيرف ارسال مش موجه، لا انت موجه صح، ولاعب على اللعيب اللي لازم توجه له السيرف صح، وكمان
بس هو الجيم الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ان شاء الله ما يحصلش النهارده. ودى المباراه في اتجاه صح طول المباراه و3-2 احنا كان عندنا قدره نحسم المباراه بدري. صحيح يا كابتن. خلينا نروح لكابتن عبد اللطيف برده سريعا قبل ما نروح طبعا لكره السله ونطمن عليهم اخبارهم ايه. كابتن عبد اللطيف شايف النهارده مباراه ازاي وشايف ايه الفنيات اللي تقدر النهارده بيها نحسم اللقاء؟ بص يا كابتن هيثم، هي الداتا كلها بتقول ان النادي الاهلي افضل في حاجات كتيره جدا خلال الماتشين مش في الماتش. اديني النقاط كده يا كابتن. يعني احنا دلوقتي اول حاجه انا عندي افضل مسجل في الماتشين احمد صلاح بكام في الماتشين؟ 24 نقطه في الماتش الاولاني و22 نقطه في الماتش الثاني. ده ريت عالي جدا بصراحه. الفرق ان في الشوط الماتش الاولاني جايب 4 نقط بالارسال المباشر، الماتش الثاني ما جابش ولا نقطه بالارسال المباشر. تمام. الشوط الثالث في الماتش الاولاني، الشوط الثالث في الماتش الاولاني، الماتش الاولاني احنا خسرناه بفرق نقطتين واحنا عاملين 11 خطا شخصي مننا احنا. مقابل الأولاني. الزمالك عمل خطأين شخصي بس في الشوط، والشوط خلص فرق نقطتين. 11 خطأ. 11 خطأ. دي النقطة اللي احنا النهارده أهم نقطة نركز فيها، الأخطاء الشخصية. إن احنا ما نغلطش احنا. احنا ما نغلطش، احنا يعني مديلهم بالبلدي كده احنا ما نخسرش. ما نديهمش نقط سهلة. طبعا. احنا مديلهم 11 نقطة سهلة. سهلة وهم مديلنا 2 وفي الآخر كسبونا فرق نقطتين بس. يعني احنا اللي بنخسر. بالظبط. تمام. الشوط الثاني في المباراة الثانية اللي لسه كابتن رؤوف بيتكلم عنه، احنا عاملين 13 خطأ شخصي. كتير في الشوط الثاني تقريبا اكتر من تلت دوس السكور اكتر لان خلص 30 اكتر من تلت اولموست النص. بالظبط ال 13 النص تقريبا، وهم عملوا 8 اخطاء شخصيه كتير في الاخر برضو الشوط خلص 30-28 كتير. يعني قصدي ان الاخطاء الشخصيه دلوقتي هي العامل. طب ترجع ده ليه يا كابتن؟ الاخطاء الشخصيه بتتكرر، التركيز والاستعجال خصوصا في الارسال ممكن تبقى يعني هزت الثقه. دي طبعا بتاثر جدا، اللعيب عايز ما يغلطش او هو بيلعب ارسال عايز يجيب نقطه مباشره عشان يخلص، حاجات كتيره جدا بترجع لنسبه الارسال. في كمان في الماتش الاولاني احنا عندنا حاجه في اللي هو الريسبشن اتاك افتر ريسبشن، اللي هو الهجوم بعد الاستقبال. تمام. احنا نسبتنا 1.7 كل 1.7 نقطه بناخد نقطه. تمام. الزمالك 2.2 يعني احنا احسن. ده في الماتش الاولاني احنا احسن 1 اوفر 1.6 احنا احسن 1 اوفر 2. بالظبط. الماتش الثاني نفس النسبه بالظبط، احنا احسن. طب الله، امال ايه البريك بوينت؟ يعني ده يدل على ان احنا عندنا فولي بول. بالظبط. نستعمل ونهجم. بالظبط. احنا عندنا اخطاء شخصية هي اللي عامله الفرق، واغلبها زي ما قال كابتن رؤوف بتروح في الارسال. بالظبط. 18 خطا من الارسال منهم 8 في شوط واحد الماتش اللي فات. احراز النقط وانت معاك الارسال. تمام. الاهلي في الماتش الاولاني 3.9، الزمالك 4.3. حلو. لا احنا احسن برضه. لا ما لسه ما انا جاي لك، ما ده برضه نسب عاليه جدا. يعني ده الفولي بول كده يدل ان انت كويس. بالظبط. انت كفولي انت احسن بكتير جدا. النقط بقى اللي فارقه معانا، يعني احنا عندنا احمد صلاح جايب نقط بشكل كويس جدا. بس طريقه توزيع نقط لاحمد صلاح والرفع لاحمد صلاح في اوقات مهمه مش ما استهلكوش طول الماتش. برافو عليك. لازم اوزع اللعيب عندي، اخليها حاسمه، الاقي اللعيب عندي اللي يخلص لي في الماتش. النقطه الثانيه الضرب السريع. دي اللي سيئه جدا انا شايفها. عندك في الماتش الاولاني عبد الرحمن ضرب 13 كوره مخلص 5 قليل. تمام. والماتش الثاني 9، وده رقم قليل جدا ان هو اترفع 9 كور بس لعبد الرحمن سريع، خلص 6. ما يمكن الماتش الاولاني بس النسبه عاليه 6 من 9. 6 ما ده بقى كان لازم يزيد، كان لازم الرقم 9 ده كان لازم يزيد لعبد الرحمن. محسن في المباراه الاولى 13 كوره خلص 8، في المباراه الثانيه 12 خلص 7. الارقام دي فالارقام دي لازم تزيد علشان اريح الاطراف، لان بلوك الزمالك في الاطراف عادي. اشكرك يا كابتن. اشكرك يا كابتن محمود. احنا زي ما وعدنا حضراتكم دايما بنكون مع ابطالنا في كل مكان. كره السله فازت في المباراه الثانيه فريق باسكت 72-70 على ما اتذكر مع بطل غينيا. خليني اقول لحضراتكم المباراه دي كانت حط فيها النادي الاهلي في اختبار جيد. انا شايف ان اختبار جيد ان انت يعني تتراجع وترجع بعد كده تنهي المباراه، مش دايما هتخلص مبارياتك كلها فرق كبير. سجلنا تقرير مع لاعبتنا في المباراه، خلينا نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله طبعا على المكسب يعني اول حاجه، بس طبعا احنا كنا فارقين فرق 30 بونت وخليناهم يرجعوا، يعني ده طبعا ما ينفعش يحصل. كان في شويه يعني تراخي في الديفنس هو ده اللي خلاهم يرجعوا، ف دي حاجة يعني إن شاء الله نشتغل عليها وما تتكررش تاني، يعني عشان مش كل مرة هنقدر إن احنا نكسب في الآخر بعد ما يحصل حاجة زي كده. يعني ما أعرفش إيه السبب تحديدا يعني، بس يعني هو الديفنس طبعا الديفنس هو السبب يعني، ما لأن احنا الأوفنس كده كده ساعات بنجيب وساعات مش طول الوقت هنعرف نجيب سكور يعني، فالأوقات اللي احنا مش عارفين نجيب فيها سكور لازم على الأقل نوقف الفرقة التانية.
فده اللي احنا ما قدرناش نعمله يعني في الشوط الرابع، وهو ده السبب يعني، هو الديفنس. واحنا يعني احنا الحاجة الأساسية عندنا هي الديفنس دايما على طول، فإن شاء الله يعني ما فيش مشكلة يعني، حاجة بسيطة تتصلح إن شاء الله ونبقى أحسن في الماتشات الجاية. هنستعد زي كل مباراة، احنا الحمد لله احنا يعني هدفنا إن احنا نتحسن من ماتش للتاني، لأن البطولة يمكن في الاثنين المحترفين ما اتمرنوش معانا، نوني وكوري ما اتمرنوش معانا كتير، لسه داخلين فرقة، فبنحاول إن احنا يعني في خلال البطولة كل ماتش عن اللي بعديه يبقى الانسجام أحسن بين الفرقة يعني. فبس هو ده اللي هنشتغل عليه، واكيد طبعا هنشتغل على الديفنس يعني عشان اللي حصل ده ما يكررش تاني يعني ان شاء الله. من الواضح اننا فعلنا بعض الاشياء الجيده، ولكننا فعلنا بعض الاشياء السيئه ايضا. اشعر وكاننا خسرنا في نهايه المباراه فسمحنا لهم بالعوده. كان لدينا تقدم كبير ويجب علينا انهاء اللعبه بشكل اقوى. لديهم فرصه ثانيه من تيرن اوفر وريباوند، لذا سمحوا لهم بالعوده. كان لدينا تقدم كبير وقرر المدرب سحبنا مبكرا، وكان لديه ثقه، لذا ياتي الرجال في المباراه وياخذون القياده. ارتكبنا أخطاء استغلوها، لذا أشعر أن ذلك سبب عودتهم إلى اللعبة مرة أخرى. يقوم فريقي بعمل رائع يمنحني الكرة والتمريرات والفاعلية بشكل واضح، ويعطيني الثقة التي يسمحون لي بالهجوم عليها، فهم لا يبالون كثيرا بأشياء معينة أفعلها، لذلك أعطي الفضل لفريقي حيث يسمح لي بلعب اللعبة ومدربي أيضا. أنا أحب كل شخص في الفريق. أنا عايز أقول لكم يعني التقرير ده معمول بعناية، الاثنين دول عاملين ماتشين جامدين جدا. طب ليه؟ أولا أموت ده لاعب جنوب السودان، هو اللي طلع فريقه أو منتخب جنوب السودان كأول فريق منتخب يتأهل كأس العالم في سابقة يعني أول مرة في تاريخ جنوب السودان. عمر طارق ما شاء الله السايز بتاعه مش موجود، يعني السايز بتاعه ما فيش اللي يقدر يجرد عليه، زائد عمر طارق بيتألق بشكل كبير مع تومسون، فالاتنين الحقيقة عاملين شغل كويس جدا جدا. أتمنى لهم كل التوفيق. بالمناسبة إحنا المباراة اللي فاتت كانت مع بطل أوغندا، احنا كده يتبقى لنا ثلاث مباريات مهمين جدا ان شاء الله، يكفينا الفوز في مباراه واحده عشان نتاهل، بس ده مش اللي بندور عليه. فريق بيترو اتلتيكو الانجولي فريق قوي جدا، بيلعب معهم كارلوس مورايس، انا لعبت قصاده الحقيقه، لعيب اكس ام بي اي، لعب في رابتورز في الام بي اي. كارلوس مورايس من اللعيبه اللي بتحط 20 25 بونت مريح، هو كبر في السن دلوقتي بس اتفرجت عليه المباراتين اللي فاتوا، حاجه قويه جدا جدا، ربنا يكرم ان شاء الله فرقتنا. كره السله مهمة جدا البطولة دي، عندهم كمان بعد التصفيات نهائيات الدوري خمس مباريات، بعد كده نهائيات الباسكتبول افريكان ليج في رواندا، عندهم الحقيقة شهر تقيل جدا في كرة السلة. كل التوفيق لفرقنا وان شاء الله نقدر يكون هذا الشهر شهر سعيد على النادي الاهلي في كل البطولات. اجي لكابتن طبعا اللي نورني في سوريا كابتن محمود، مهم جدا ان احنا نعزل نفسنا على التحكيم، يعني احنا لا يخفي سرا طبعا طاقم تحكيم اماراتي طبعا اشقاء في بلدهم الثانيه مصر، وطبعا بيجتهدوا بقدر استطاعتهم، هم نجوم كبار واسامي كبيره، ولكن حصل هزه شويه. مهم جدا ان انا مهما كان النتيجه انا في 18 خطا عليا، في 13 خطا في شوط، مش خطا الحكم هو اللي بيخليني، بس ممكن يكون في وقت مهم، بس لازم اركز مع نفسي الاول. طبعا حضرتك يعني التركيز مع الحكم بيقلل جدا الفنيات بتاعه اللاعب، لان اللاعب لما بيخش مع الحكم بيحس بالظلم، بيحس بالتوتر، بيبتدي هو من غير ما يحس بيزود الاخطاء. صح، واحنا اتكلمنا ولسه عبد اللطيف قايل الاخطاء هي مفتاح ماتش النهارده، ان انا قلل الاخطاء، ما اديلوش المنافسه سهلة. سهله برافو عليك، لازم كل كوره يعني ابقى متاكد مليون في الميه ان انا ادي احتمال للخطا للخصم، يعني حتى لو كوره مش مضمونه اقدر ان انا العب على البلوك والم الكوره، اقدر ان انا العب في التاتش، ان انا العب لعب اللي هو زي ما بنسميه يعني لعب ايه تجاري اكتر منه، مش لازم استعراض ومش لازم اضرب الكره في نص العب على المضمون، انا بلعب على عايز اجيب نقطه مضمون، مش عايز اغلط. الحاجات دي مهمه جدا. انا الكلام ده بقى طول ما انا في تركيزي مش مركز مع حكم، اقدر ان انا دايما فاكر التعليمات، دايما فاكر ان انا اقدر العب ازاي عشان ما اغلطش كتير. اول ما ببتدي اتوتر واخش مع الحكم الموضوع بيزيد. في نفس الوقت برضه يا كابتن هيثم احنا لعبنا طبعا المستويات، في اوقات لازم تبين للحكم ان في اخطاء، يعني صح. هنا بقى الخبره خليها للاعيب الكبير، مهمه جدا للاعيب يعني الكبير. انا عايز اقول الاعتراض نسيبه الكباتن الكبار، ليه؟ هو مش هتشد، بس خلينا نطلع الارض الملعب اعزائي المشاهدين، نروح لمراسلنا الاعزاء محمد توفيق ومريم سميح عشان ينقلوا حضراتكم من صاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه.
اهم المستجدات والاستعدادات للمباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو، كابتن محمود رؤوف وكابتن عبد اللطيف عثمان، وبالطبع زميلتي العزيزه مريم سميح، برحب بك يا مريم. ومباراه الحسم جيم 3 ونهائي كاس مصر لكره الطائره رجال، الاهلي والزمالك، والمباراه الحاسمه زي ما شفنا في الايام الماضيه كابتن هيثم، جمهور النادي في كل مكان. اول مباراه فاز فيها النادي الزمالك، والمباراه الثانيه فاز فيها النادي الاهلي. يمكن كان يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، كنا قريبين جدا من المكسب في المباراتين، ولكن ما كانش في توفيق. ان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي النهارده، ويقدر يسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وتحقيق بطوله جديده لسلسله بطولات عديده جدا حقيقتها كل الالعاب في النادي الاهلي. ربنا يديمها علينا نعمه كابتن هيثم، وان شاء الله الفريق يكون موافق النهارده رغم الظروف، رغم ضغط المباراه، رغم كل حاجه. ان شاء الله يكون التوفيق معانا النهارده. يمكن كمان المباراه الثالث والرابع خلصت منذ دقائق قليله، وقدر فريق يعني طلائع الجيش يحسم على حساب بتروجيت المركز الثالث. كمان ساعات بقى فريق النادي الاهلي مع ضيق الوقت مع عوامل كتير جدا، يعني يا مريم ساعات النادي الاهلي شايفاها ازاي خاصه مع ضيق الوقت؟ يمكن على طول يوم واحد بس اجازه ما بين المباراتين الاولى والثانيه والثالثه النهارده. برحب بيك طبعا يا محمد في البدايه، برحب بيك كابتن هيثم، برحب طبعا بكباتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كابتن عبد اللطيف عثمان وكابتن محمود رؤوف، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن استعدادات قويه طبعا سبقت هذه المباراه، يمكن جيم 1 وجيم 2 يعني يا كابتن هيثم ما كانش فيه وقت انه يكون فيه مران زي ما احنا عارفين دايما في سلسله المباريات اللي بتكون ورا بعض او الشبيهه، سواء بس 3 او سلسله مباريات زي المباريات الخاصه بكاس مصر. الحقيقه ان كان يعني في عمليات استشفائيه او مران عباره عن ريكفري فقط، ده خلال طبعا يوم الخميس ويوم الجمعه. وطبعا زي ما احنا عارفين يمكن علشان كان السبت هو اليوم الوحيد اللي اجازه بالنسبه للفريق، فعلشان كده استغلوا اليوم ده، وكان التمرين او اقيم التمرين طبعا تحت قياده كابتن ميدو مصلحي هنا على صاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه. والحقيقه يمكن كان ده المران الاخير، والنهارده قبل المباراه سبق المباراه يعني يمكن محاضره كان فيها كل الاخطاء اللي حصلت خلال جيم 1 وجيم 2، وكمان يمكن كل الاخطاء الخاصه ايضا بنادي الزمالك طبعا علشان يقدر النادي الاهلي يستغلها. الحقيقه ان احنا بنقول يعني يا كابتن هيثم بنتمنى ان سيناريو سيدات طايره الاهلي في الدوري يحصل مره اخرى. الحقيقه ان الزمالك قدر ان هو يسيطر على جيم 1، بعد كده احنا خدنا جيم 2، والحقيقه ان احنا قدرنا ان احنا نحسم اللقب طبعا في جيم 3. النهارده بنتمنى ان نفس السيناريو ده يحصل. الحقيقه ان يعني في معنويات مرتفعه، توفيق الصفوف مكتمله الخاصه بالفريق، ليس هناك اي اصابات في صفوف الفريق طبعا باستثناء عبد الحليم عيب، والحقيقه ان هو مصاب يعني منذ ما يقرب من 3 اشهر منذ البطوله العربيه، ولكن الحقيقه ان هو بيكون حريص ان هو يتواجد هنا عشان يؤازر الفريق طبعا الخاص بيه، علشان كده يمكن في معنويات عاليه. عمليات الاحماء يمكن يا توفيق بدات منذ الساعه 8:15، هم الحقيقه وصلوا سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك وصلوا في تمام الساعة 7:30 إلى صالة اتحاد الشرطة الرياضي، وبدأوا عمليات الإحماء في تمام الساعة 8:15 طبعا قبل بدء المباراة. عايزين كمان نتكلم يمكن عن الأجواء الخاصة بالصالة، يمكن ليس هناك جمهور، موجود فقط يعني كشف مسبق طبعا، ده يعني كمان بعد التأمين الشرطي والأمني الكبير جدا، ملتزمين بالكشف الخاص اللي وضعه اتحاد طبعا الكرة الطايرة المصري، وما فيش حد بيدخل خالص غير الموضوعين في الكشف، ويعني يمكن بيقتصر الحضور على عائلات اللاعبين فقط. بالفعل يا مريم، كمان يمكن يعني سبيل للتدريبات ولسعادة كابتن هيثم يمكن جلسات مطوله جامعه لاعبي الفريق الكبار، خاصه يعني احمد صلاح وعبد الله عبد السلام مع جميع اللاعبين، اتكلموا معاهم على اهميه هذه المباراه. ننسى خلاص اللي فات، اكننا النهارده هو مباراه النهائي الوحيده اللي هنلعبها. يمكن حاله جميله جدا ما بين اللاعبين كابتن هيثم في فريق النادي الاهلي، حاله تضافر وتضامن كبيره جدا مع بعضهم. كمان حابب اطمنك على عصران، يمكن انت حضرتك سالتني المباراه اللي فاتت على حاله عصران، طلع وقت كبير جدا المباراه، يمكن بس كان عنده اصابه ان شاء الله نتكلم فيها بعد الماتش، مش عاوزين نتكلم في تفاصيلها، ولكن قدر الجهاز الفني وكمان مع الجهاز الطبي والدكتور سامح ظلام ان هم يعملوا مجهود اكثر من رائع مع محمد عصران، وان شاء الله يكون موجود مع الفريق النهارده مع احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، محمد محسن، وكل نجوم الفريق باذن الله يكونوا في حالتهم. يكون التوفيق معانا، وباذن الله تكون بطوله جديده للنادي الاهلي ومن صاله اتحاد الشرطه الرياضي هنا في الدراسه، النادي الاهلي يرفع كاس مصر لهذا العام باذن الله، ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات وبطولات ويبقى دايما رقم واحد. كمان كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق ومريم سميح كالعاده متالقين وكالعاده بتدونا تغطيه كامله حقيقه قبل المباراه، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل بعد المباراه وان شاء الله نحتفل بالفوز. خليني كمان استعرض مع حضراتكم تشكيل الفريقين، جانا من واقع السكور شيت في ارض الملعب زي ما عودناكم، بنجيب لحضراتكم كل ما هو جديد. نادي الزمالك هنبتدي بتشكيل نادي الزمالك، وده اللي جانا الاول،
وبعد كده هنستعرض مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي. رقم واحد احمد محمد فتحي، وزياد محمد عبد الفتاح، واشرف محمد رياض اللقاني، وياسين محمد محمد المعد، ومحمد محمد علي المهدي، ومحمد محمود ابراهيم، ورشاد شبل، واحمد يوسف عفيفي، ومحمد عبد المنعم محمد بدوي، وسيف الدين حسن احمد، ومحمد مجدي محمود، ورضا عبد ابراهيم عبد النبي، وعبد الرحمن الشحات، مصطفى محمد ابراهيم، ومحمد مصطفى كامل، و اوجواي اللاعب التركي. الجواي اللاعب التركي. طيب خلينا اقراه لكم تاني يا فندم، وانتم شايفين الاسامي معاكم. طيب هنبتدي تاني بتشكيل نادي الزمالك: احمد فتحي، ياسين محمد، محمد المهدي، محمد عفيفي، شريف احمد، رشاد شبل، محمد رضا، احمد يوسف عفيفي، سيف الدين حسن، محمد مجدي الجون، رضا هيكل، مصطفى ابراهيم دبشه، كانسن، ومحمد مصطفى لعبه. ده كان تشكيل النادي الزمالك. هنروح على النادي الاهلي وتشكيله، حالا هيكون مع حضراتكم على الشاشه. عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، الايطالي لويجي المحترف الايطالي، محمد رمضان، عبد الرحمن الحسيني، محمد عصران، الكوبي يندر، حسام يوسف، عبد الله سرور، احمد قطب، محمد ابو محسن، حازم ايهاب، احمد عزب. والحقيقه النهارده ان شاء الله مستنيين برضو لقاء قوي من احمد عزب، وايضا عصران، يعني مستنيين منهم كتير الحقيقه. الاثنين قدموا مباراه جيده المباراه اللي فاتت. طبعا بفكر حضراتكم بطاقم التحكيم الاماراتي اللي بيحكم مباراه النهارده: الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الدولي محمد الدوله. دول الحكمين الدوليين. معرفش بقى مين النهارده اللي هيبقى فوق، ومين هيبقى تحت، ومين حكم اول ومين حكم تاني، هيبان بعد انطلاق اللقاء. ارجع لضيوفي كابتن محمد. كابتن محمود، يمكن الموضوع النهارده ما فيش تغيير في التشكيل، لا هنا ولا هنا، و100% الفرقتين حافظين بعض هنا وهنا. طب يتبقى ايه؟ يتبقى ان انت زي ما حضرتك قلت، دي ميزه ان احنا المفروض ان النادي الاهلي دلوقتي دي تاني مباراه، احنا ده مستنيين نشوف عصران ابتدى يخش التشكيل، محسن المفروض كل ما ان شاء الله المباراه تمشي، التشكيل الجديد في النادي الاهلي او في لعيبه جديده دخلت تبتدي يبقى في تاقلم اكتر ما بين اللعيبه، وده يضيف لينا. بالاضافه ان انت احصائيات طبعا والداتا فولي بول، الحاجات دي مهمه جدا. عرفت دلوقتي خلاص مفاتيح لعب نادي الزمالك ايه؟ ايه الخطط ايه؟ يعني على سبيل المثال ياسين الباسير الجديد بتاع نادي الزمالك ده كان بالنسبه لنا حد جديد، ما عرفناش طريقه لعبه، ما قدرناش نحفظ، انما يعني خلاص حفظنا بعض. كان في مباراه الدوري مفاجاه لينا. دلوقتي لا، دلوقتي احنا لعبنا معاه اربع خمس ماتشات، ابتدينا نفهم بيوزع اللعب ازاي. فدي طبعا كتر المباريات بيزود ميزه ان انت الفرقه عندنا بتتاقلم اكتر، وبنعرف اكتر بماتش واثنين وثلاثه مفاتيح لعب نادي الزمالك، الخطه اللي بيلعب عليها ايه، نقدر نضغط على مين عشان نوقف العناصر اللي بترجح فريق على الثاني يعني. صحيح. فخلاص بيتهيألي يعني الفرقتين حافظين بعض. طب كابتن رايك في النقطه دي، ان الفرقتين خلاص حافظين بعض، يتبقى التركيز وهدوء الاعصاب بالزبط. وبعد كده تقدر انت تعدي بالمباراه اللي بره الامان. الحاجه اللي احنا محتاجينها ان اللعيبه تركز جدا في البيانات اللي قدامها، في اللعيبه اللي قدامها. انت عارف دلوقتي كل واحد وخصائصه كويس جدا، انت لعبه 10 جيمات في خلال 24 ساعه، فلازم تركز جدا في كل تفصيله. في يعني الارقام فعلا بتقول بيانات كتيره جدا للفرقه عندنا. يعني اكيد حضرتك يعني تكرمت وكابتن محمود وحضرتك قلتهم، اكيد ده اتحط قدام ايدين اللعيبه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكيد طبعا. لا اكيد الكلام ده كله. الفكره بالنسبه لنا امتى تركز في الكلام ده جوه الماتش اللي احنا كنا بنتكلم فيه، تنفيذ امتى بالظبط، ان انت يعني امتى تلعب ارسال. يعني احنا في الماتش الاولاني لاعبين على الليبرو 36 ماتش، الماتش الثاني 27، فبدانا نبعد شويه ونحط الضغط. الماتش الثاني احنا نادي الزمالك جايب 99 نقطة. كويس. تمام؟ احنا عاملين 37 خطأ شخصي في الماتش اللي كسبناه. كتير. يعني 37 خطأ من 99 نقطة. الرقم ده كل ما هو يقل كل ما احنا بنكسب. برافو عليك. طب احنا حاطين كام نقطة؟ احنا 111 في الماتش الثاني، 114 نقطة. احنا حاطين كتير. ما هو احنا كسبنا الماتش طبيعي ان انت انا قصدي اقول لك حاطين كتير، معدل التهديف عالي، ما انت ممكن تكسبه ب 100 نقطه بس. لا انا بتكلم خطا شخصي اللي انا اديته له. لا انا بتكلم احنا سجلنا كام؟ 114 نقطه. انت ممكن تكسب ب 100 يعني، ممكن تكسب 75 بس قصدي اقول لك ان انت تهديفك عالي. ايوه طبعا. اخطاء بقى من 100 كام؟ اخطائنا احنا من الزمالك من 114، احنا عاملين اخطاء شخصيه احنا من 114 بقى 37. يا خبر ابيض، يعني انت بتتكلم 37 اوفر 114، دي نسبه عاليه جدا. لا 37 اوفر 99. اوفر 99. طب المباراه اللي جابها الزمالك. طيب احنا بقى الزمالك بقى من 114 عامل كام غلطه؟ استفاد مننا كام خطا؟ ايوه الزمالك استفاد مننا 18 و 33 خطا.
طيب ال 114 نقطة اللي احنا حاطينهم الزمالك عمل بيهم كم خطأ؟ 33 خطأ. طيب يعني نسبة قليلة 33 اوفر 114 غير 34 اوفر 99 37 اوفر 99 داخل على النص بالظبط. ان شاء الله الارقام تتحسن النهارده وان شاء الله نحتفل بعد المباراه نحتاجش الارقام دي ان شاء الله. ولا مفيش تحليل ان شاء الله ثواني انا شايف ثواني او دقائق وتنطلق المباراه. استاذن كباتني الكبار واستاذن الساده المشاهدين اطلع لفاصل وبعد الفاصل هنطير لصاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه لنقل احداث المباراه وكابتننا الكبير المعلق القدير كابتن حمدي السيد وان شاء الله كل التوفيق ونتمنى الفوز للنادي الاهلي. فاصل ونطلع المباراه. شكرا معلقنا كابتن حمدي السيد. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 3-2 وخساره لقب الكاس. نقول هارد لك للنادي الاهلي وان شاء الله تتعوض في القادم. كابتن عبد اللطيف بحييك، كابتن رؤوف بحييك للمره الثانيه. يعني متهيألي يا كابتن رؤوف النهارده الاداء احنا كنا متوقعينه يعني يمكن افضل من كده شويه. اه طبعا هارد لك طبعا لفريق النادي الاهلي. فعلا الاداء برضو الجيم الثاني نفس المشكله اللي واجهناها امبارح. احنا ابتدينا المباراه كويس جدا، كان في تركيز في الارسال، توجيه الارسال على يعني بشكل صحيح يعني في المباراه. مع الاسف الجيم الثاني احنا بنتكلم في رقم، انا بيتهيألي الرقم ده يعني صعب جدا جدا ان هو يحصل يعني على المستويات العاليه. احنا بنتكلم في 16 خطا، 16 خطا في الجيم الثاني. يعني نادي الزمالك جاب 25 نقطه منهم 16 نقطه احنا مديهم هديه لنادي الزمالك. فصعب جدا طبعا كميه الاخطاء دي رجعت الزمالك ثاني جوه الجيم. في الشوط الثاني عملنا من اصل 25 نقطه صح 16 خطا مباشر من اصل 25 نقطه بالظبط. 16 خطا احنا الغلطانين. يعني نادي الزمالك جاب 9 نقط بس في الجيم الثاني. انما احنا يا اما كره في الاوت واغلبهم في الاوت، يا كور في الشبكه، يا طاش 7 سيرفات مضيعينها، 8 كور ضربنا في الاوت. فانت بتعتبر الغلط الخطا ده ممكن يبقى في الاستقبال كمان؟ الاستقبال اتهز شويه في اول الجيم الثاني. لا يعني الاخطاء اللي انت بتقولها 16 دي منهم لا خطا لا واحد بس لا خطا واحد في الاستقبال. يعني 16 دول في الهجوم السيرف والضرب. فطبعا كتير جدا صعب جدا ان نخش الماتش. 16 دول كانوا كام واحد منهم ارسال في الشبكه مثلا؟ اللي احنا مضيعين 7 ارسالات من 16، من 16 خطا عملناه 8 كور ضربنا في الاوتسايد وفي الشبكه. كتير جدا طبعا ان انا اهدي الخصم 15 نقطه. اللي احنا بنقول الشوط الثاني ده هو ازمتنا، كان لازم نركز فيه خاصه ان الجيم الاولاني يعني من افضل لعيبه نادي الزمالك اللي هو محمد مصطفى لعبه. هو في الجيم الاولاني خرج بره، احنا مخرجينه من الملعب في النقطه 12، لعب 12 نقطه استقبل فيهم 8 كور عرفنا نوجه سيرفينا صح، خرجناه بره الجيم. دخل الجيم الثاني تاني كان المفروض لازم تكمل ولازم تدوس عشان تقدر. رجعنا تاني الجيم الثاني كله مستقبل فيه 4 كور فما فيش توجيه سيرف عليه، بتخطأ انت في السيرف، اخطاء في الضرب. طبعا ادت نادي الزمالك المباراه دخلت تاني في الملعب. الجيم الثالث برضو انت عملت كومباك، ما كانش يعني كان كويس جدا في الجيم الثالث، انت كنت بعيد. ابتديت في ابتدينا برضو الجيم الثالث اخطاء كتيره، اخطائنا قلت مع في الجيم الثالث. الجهاز الفني حاول طبعا، شفنا حسام يوسف نزل، شفنا اوب حاولنا نعمل، ولويجي نزل برضو كان مؤثر لحد ما في الجيم الثالث قفلنا الفرق وابتدينا نرجع. بس المشكله برضو في اخر الجيمات اللي هي زي ما بنقول الكريتيكال بوينت، احنا احنا كان 22 20 لينا في الجيم الثالث 22 20، جالنا كونتر اللي هو كره سهله نكسر بيها ونبقى 23 20. كره برضو اتصرفنا فيها يعني في الاعداد غلط، اتعادلنا بقى 22 21 والجيم بقى في الملعب بعد ما كنت هتفرق في الجيم الثالث وتبتدي توسع الفرق. فلعبه الكره الطايره مهم جدا فيها، اللي هو بنسميه الكريتيكال تايم، اللي هو الوقت الحساس جدا. يعني البونت اللي مثلا في 5 اول غير البونت اللي في 22 و20 الجميع، البونت ده مؤثر جدا في اللعب ازاي العب ده وازاي العب ده. طب خلينا نشوف كابتن عبد اللطيف برده. كابتن يعني انت بتعزل ايه الارقام دي؟ يعني انا في عندي حاجه عايز اتكلم عليها. هل نتيجه ان احنا كل السيزون بنكسب ماتشاتنا 3-0 3-0 3-0 مفيش اي مقاومه، ما كانش عندنا وقت او ما كانش عندنا مباريات نقدر نطور فيها اللي كابتن رؤوف بيقوله ان احنا في المباريات او الوقت الكريتيكال نقدر نتعلم او نكتسب الخبره دي؟ شايف ده ممكن يكون سبب من الاسباب؟ طبعا ده سبب، طبعا ده سبب ان انت اللعيب بيفضل طول الموسم بيلعب ماتشات في يعني مستوى اقل او كسبان كل الماتشات 3-0 25 10 بالظبط. فده بيخليه اللي هي خبرات التعامل مع المواقف دي مش موجوده، مش موجوده، خاصه ان متوسط اعمار فرقتنا دلوقتي اقل بقى اقل من الزمالك. يعني يمكن الزمالك اتحط في الموقف ده كتير الموسم ده،
اكتر منك رغم ان هو كسب الدوري كده والكاس. لو ما اتحطش في الدوري من مع طلائع الجيش بالظبط بالعافيه 3-1 3-2 و3-2 دي كان خسران 2-0. ايوه بالظبط وكسب 3-2 يعني هو تاهل برده. فتحط في اجواء زي دي خليته يبقى عنده قدره يبقى عنده ثبات عنده واحنا انا شايف كنا قبل كده بنكسب ولا عشان كان يعني ايه السبب؟ ما هو برده احنا كنا قبل كده نفس الوضع. انا شايف يا كابتن ولا عشان الزمالك احسن السنه دي؟ لا انا مش شايف ان ده السبب. انا شايف ان احنا في ماتشات الدوري نزلنا بثقه زياده جدا واول ما الماتش اتقفل وبقى فيه ضغط علينا عالي بدا الاخطاء تزيد وبدا ان احنا ما كناش متوقعين الضغط ده في الماتشات دي. كنا متوقعين ماتشات النهائي الدوري هيبقى زي ماتشات الدور التمهيدي والدور قبل النهائي. فلما جه حصل النادي الزمالك قدر في خمس ماتشات كده كسبت فيهم الزمالك بالظبط. فلما جه ان الزمالك في الماتش الاولاني وقف ولعبوا بشكل اكتر حماس وكانوا متماسكين اكتر شايف ان النادي الاهلي الفريق كان تحت الضغط مستوى قل كتير جدا وده ادى لعدم الثقه والثقه ادت لاخطاء والاخطاء بتزيد. فهو ده انا شايفه ان هو ده سبب كبير جدا. واحنا زي ما اتكلمنا في قبل الماتش على موضوع الاخطاء يعني رقم 16 خطا شخصي ده احنا ما يعني رقم احنا حضرتك بتتكلم عن المستوى العالي. الثاني كان كده برضو في عدد ما وصلش طبعا يعني في الشوط الثالث اللي احنا خسرناه ما كانش لا الشوط الثالث ده يعني تقريبا احنا غلطنا بس الزمالك كانت عدد اخطائه على فكره برضو خمس ست اخطاء بس هم يعني غلط برضو انت رجعت للجيم ورجعنا للجيم رغم ان هو كان هو الليدنج في الاول بالظبط. فلا يعني شايف ان الموضوع فعلا محتاج وقفه اللعيبه تشوف الموضوع. احنا داخلين على بطوله افريقيا والماتشات دي هنتعرض لها كتير والضغوطات دي هنتعرض لها كتير فلازم نتعلم من العده وان شاء الله ربنا يوفق الفريق ان شاء الله في بطوله افريقيا يعني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن رؤوف يعني اجي لك برده يعني انت على مدار تاريخك انت كابتن لطيف احنا كنا بنتكلم في الاوف اير انه انتوا على مدار تاريخكم كله انتوا خسرتوا بس 2 دوري و2 كاس. النهارده الفريق يعني بيخسر لتاني سنه. شايف من وجهه نظرك بس بكل حياديه بامانه يعني بحيث ان احنا يعني هل النهارده كان في اخطاء تحكيميه برضه؟ شايف الاخطاء التحكيميه فرقت في الجيم خاصه الخطا التحكيمي بتاع لمس الاريال اللي كان في الشوط الثالث على ما اتذكر كان في الشوط الثالث ده وقت صعب. لا هي طبعا كان الكره كانت في وقت يعني واستاذن يا جماعه بس لو احنا مجهزين الصوره دي لو اللعبه دي لان اللعبه دي كان مهمه جدا ودي تقريبا قلبت الماتش بدل ما تروح على 2-1 ليك رحت على 2-1 انت خسران بالظبط. فمعلش عدوا لي الكوره والغريب ان الحكم اللي كان بيرجع في قراراته استك ومش عايز يسمع والحكم الثاني لازم هو اللي يستدعيه. فمعلش عدوا لي الكره دي انا ما بحملش بس لازم يبقوا الناس عارفه ان برضو انت مش معقول هتكسب وكمان اجنس التحكيم بخطاء زي دي. طبعا هي واضحه جدا واضحه جدا ليه يا كابتن هيثم لان الكوره يعني المستوى اللي قطب ضرب منه الكوره اعلى بكتير من الشبكه فمستحيل تكون الكوره جت في الشبكه يعني هي حتى بالمنطق هي كوره مضروبه من اعلى بكتير من الشبكه ده معناه ان اكيد حائط الصد لمس الشبكه. هو ما لمس الشبكه هو لمس الانتنه يعني لعبه وهو بيقفل على الكوره لمس الانتنه بايده الانتنه اللي هو الاريال اللي جانب الشبكه بالظبط عصايه. فطبعا دي كانت في وقت مهم وكانت كان في وقت حساس جدا. والفكره احنا من الكاميرا بتاعتنا كانت باينه من كاميرا قناه الاهلي كانت باينه وانا ساعتها استغربت انه الحكم الثاني كان عايز يروح بس ما ينفعش يروح متطوع لا لازم الحكم الاول اللي بيطلبه. واخر كره على فكره في المباراه دي برده فيها شك كبير فيها شك يعني كبير فيها شك كبير انا شايفها بقى بره الملعب برده فيها شك وكانت هتدخلنا 14 13 كنا هنقرب فلا طبعا في معقول انت اخطائك الاخطاء التحكيميه يعني طبعا في وقت قاتل يعني في وقت انت بتبقى يعني بتعافر ضد عدم توفيقك وضد الظروف اللي انت فيها وغيابات اللي انت فيها وتلاقي حكم رحمتك مديك صفاره مخلص على ماتش طبعا صعب جدا. وعلى فكره الماتش اللي قبليه برضه ما الماتش اللي قبليه كان فيه اخطاء برضه. ما هي مشكله يا كابتن هيثم احنا لما يعني طبعا اكيد الاخطاء التحكيميه دي بتاثر بس برضه احنا يعني بنخلي السكور قريب جدا بتبقى النقطه طبعا حساسه جدا لكن طبعا ده حقنا يعني احنا بس من حق الفريق ان هو يكسب يعني النقطة. يعني الحق يعني انت بالزبط. حتى لو ان شاء الله تخسر 25-5 بس دي حقي صح طبعا دي حقي طبعا يعني يعني لازم الموضوع ده مهم جدا يعني هو يعني اكتر حاجه بتزعل ان انا يبقى عندي فرصه ان انا اكسب من غير ما اعمل يعني احط نفسي تحت الضغط ده وما استغلتهاش يعني انا لحد دلوقتي شايف ان احنا عندنا فرص كبيره جدا في خلال الماتش ان احنا نخلص الماتش ونموت الماتش بس ما قدرناش نستغلها مش يعني مش قادر اقول لك ايه السبب حتى ان
اللي كان في برضه الشوط الاول احنا عملنا لنا موزه بصراحه في اصابه عصران اللي في اخر الجيم الاول. يعني احنا كان احنا يعني احنا كويس جدا. هو اللي شايل الماتش امبارح ويعني هو اللي ادانا الفرق وعمل لنا فرق يعني في مباراه النهارده برضه سوء توفيق ان عصران في الاخر بدا كويس جدا وعمل الجيم الاول بدا ممتاز. احنا عملنا الماتش الشوط الاولاني اتعمل نموذجي نموذجي فعلا في كل حاجه. لعيبه نازله مركزه بدايه الثاني هو الجيم الاول والرابع احنا لعبناهم كويس. الجيم الرابع احنا عاملين حوالي 3 اخطاء بس ضاغطين بالسيرف طول الجيم الوقت. يعني لا الجيم الرابع او الجيم الاول اتلعبوا كويس جدا. الجيم الثالث الجيم الثاني ده طبعا يعني الجيم الثالث ده احسن جيم في 10 جيمات عملت فيه كامباك بالظبط. الجيم الثالث انت رجعت اول مره في السلسله كامله بتاعت الدوري والكاس طلعوا علينا باربعه 21 نقط 21 15 او 16 بالظبط وعوضنا وكسبنا. بقول لك عندك فرصه تكسب ثلاثه فرق 2 او 3 خلاص يعني انا بقول لك يا كابتن هيثم هو ده يعني هو ده يعني الكره الطايره ممكن كوره اي رياضه ممكن كوره اهي بص كده هي دي اللعبه ثانيه واحده أيوة هي دي ده بلوك اتاخد بالقوه دي ما ينفعش العصايه في كاميرا ثانيه يا جماعه جابته الكوره مش مضروبه في الشبكه في كاميرا كانت كلوز شويه على الشبكه فهو هنجيب هي دي الكوره بص يا جماعه حتى الاعتراض بص حكم الرايه حكم الكوره دي انا شايف انها كوره مصريه وهي دي اللي قلبت الجيم طبعا. بدل ما تروح 2-1 رحت وكان ساعتها النتيجه كام 24-25 لا كانت 24-24 أيوة هي الكاميرا دي اهي الكاميرا دي بص يا جماعه بص واحده الكوره مضروبه فوق شكرا حائط الصد فوق شكرا حائط الصد فوق بص الكوره بعيده عن الشبكه ازاي ده الشبكه اتهزت يا راجل يا طيب بص ده الكوره فوق الحكم الثاني انا بقول يا جماعه معلش حكم الرايه شافها لا يا جماعه ادوها لنا ثاني يا جماعه لا ادوها لي ثاني دي معلش سيبوها لي دقيقتين ثلاثه على الشاشه الكوره دي ممكن يحصل فيها لبس لو الكوره مستواها قريب من الشبكه فممكن الحكم يقول لك ايه انا مش عارف الكوره اللي جت في الشبكه ولا اللعيب كره عاليه الكوره لما تكون مضروبه من عالي يعني تاخدت بلوك على فكره البلوك من فوق دي مليون في الميه الحكم صد اللمس دي فوق راسه على طول دي فوق راسه هو بص بعينه كده هو كابتن ديدو كان واضح انه بيشاور الحكم الرايه كان مد قرار وقال للحكم روح له الحكم قال لك انا ما حدش استدعاني كابتن خشن صح بصوا يا جماعه تاني انا بس معلش يا جماعه وانا عايز الكره دي تنزل في كل حته يعني معلش يا جماعه الكره دي لازم الناس تشوفها الكره يعني دي كانت تطلع احنا 25-24 بالظبط يعني يا راجل يا طيب ده انت لامس الانتنه يا راجل يا طيب يعني الحكم بص كابتن ميدو بيقول له معلش لا انت شايفها الحكم الرايه يعني حتى بص كابتن حسام اللي ما بيعترضش راح قال له طب لمس الانتنه بيقول له لمس الانتنه انا ما عنديش تعليق بصراحه الكره دي كانت تودينا 25 لينا خلينا نروح بص يا جماعه بص على ايد لعبه بص كمل ادي الانتنه اهو اتلطش بص الانتنه اتحركت وبص ايد لعبه نازله على الشبكه ضرب الانتنه بايده ونازله على الشبكه اهي نازله ايده مكمله على الشبكه يعني بالله عليكم يعني اخطر نقطه في الماتش ودي اللي قلبت بدل انت كان زمانك دلوقتي كسبان الجيم بامانه كوره زي دي كنت كسبان الجيم انا بس وخد على كده على فكره دي اللي احنا قدرنا نجيبها بكاميراتنا برضو انما في سيل من الكور دي احنا بس لو قعدنا نجمعها انا بس مش متخيل يعني الحقيقه بامانه يعني مع احترامي يعني التحكيم المصري مش غلط الغلطات دي بصراحه يعني انا اسف ما شفناش في ماتش ام بي الحكام المصريين بماتش في او 3 مباريات فيهم الدوري اتعمل بطاقم تحكيم مصري مفيش سيل الغلطات دي طب ايه الوضع وماتش الاولاني والثاني والثالث والغلطات اتجاه واحد بس انا ما بقولش ان احنا يعني بس كور زي دي مصريه الحقيقه الواحد يعني بي من حقنا نقيم التحكيم زي ما بنقيم اي عنصر من عناصر اللعب. احنا حبينا نعرض لحضراتكم ان الكره دي عدت والكره اللي في اخر الماتش معلش عيدوها لي تاني يا جماعه برده الكره اللي في اخر الماتش دي كانت برده تدخلك في الجيم تاني برده نفس الكلام يعني الكور المهمه بتلاقي الاتجاه كله راح ما اعرفش انا يعني الحقيقه ما عندي انا بسيب الصوره تتكلم الصوره هي تتكلم كابتن على لطيف يعني بيبقى برده انت لعيب عايز يعني برده ده بيعمل لك احباط برده لا النقطه اللي ينزلك كده الشوط الثالث لتحت ابقى 25-24 ليا اتحولت على 25-24 عليا والجيم ده بالذات على فكره الجيم ده بالذات اكتر جيم لسه كنا بنتكلم احنا رجعنا فيه من ورا لقدام يعني كنا في الاول بنبقى ليدنج وبنخسر الجيم ده الوحيد اللي احنا طلعنا فيه ليدنج واحنا كنا خسرانين لو كنا كسبنا كان هيبقى 2-1 لينا وانت راجع ده كان هيديك دفعه قويه جدا في الجيم الرابع حتى لو كسبت الرابع الخامس هتبقى فايق بالظبط لا ما انا ما كنت يعني انت كنت الجيم ده ما كنتش تخسر الرابع يعني الجيم ده ما كنتش تخسر الرابع لان انت راجع اصلا كنت راجع بحماس قوي جدا بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. كابتن رؤوف انت لو في الموقف ده مع اللعيبه تعمل ايه النهارده؟ مش قصدي بعد الجيم يعني تعمل ايه من النهارده للي جاي؟
طبعا الموقف صعب طبعا، دي تاني بصوره بطوله على التوالي نخسرها، لكن بطوله افريقيا برضو أفريقيا. يعني افريقيا يعني مش محتاجين نقول ان هي اهم اكيد من الدوري واهم من الكاس واهم اهم بطوله في الموسم هي بطوله افريقيا. في شغل كتير طبعا محتاجين نظبطه في الفنيات، التركيز كمان في التدريب على، يعني انا شايف ان لازم الكريتيكال تايم ده طبعا بيبقى ليه انواع معينه من التدريب، ان انا مثلا بحط زي سكور معين جوه التدريب بين التشكيله اللي في التمرين، بحط دايما فريق متقدم عليا مثلا بثلاث نقط وانا بحاول ان انا اجري وراه، او ببتدي جيم يعني هو الجيم بيبتدي ان 22 الجميع 23 22 ده بمرن الفرقه على قد ما اقدر على الكريتيكال تايم، ان اللعيب يبقى البونت ده اغلى بكتير، ما ابتديش الجيم من 0-0 ونقعد، لا هو الجيم كله عباره عن اربع نقط، يعني ده نوع من التدريبات طبعا مع يعني المدربين الاجانب بنعملها دايما، تقول النتيجه 23-24 مثلا وفرقتين يلا وريني مين هيكسب بالظبط كده، يعني الجيم بيبتدي ان النتيجه 23-22 لفريق 22 بتلعب على نقطتين وتلعب مثلا 50 جيم في التمرين بدل ما تلعب 3 4 جيمات طوال، فده تمرين بيبقى تركيزه كله على الكريتيكال تايم. كنا بنعمله في الباسكت ده كمان. طبعا تمرين مع فاضل 30 ثانيه وانت خسران 5 بونت، تمرين معروف جدا ده واضح جدا في كل حاجه، لان هو بيبقى يعني هو ممكن احنا شايفين ان هو نقطتين بس، انا بيبقى التمرين انت هتلعب ارسال فين والخط الامامي احنا دلوقتي الهجوم عندنا منين، فنبدا نظبط ان انا في نقطه يعني انا في نقطه لو خدت تلعب ماتشات تاني زي دي ما عنديش، لا خلاص انا لا طبعا انت دلوقتي ده طبعا للريكفري اكتر، تبقى تعلي الحمل البدني تاني لان طبعا انت برضو في استهلاك طبعا للمخزون البدني اللي عليك. صلاح يعني شكله تعبان، شكل يعني صلاح مجهد صراحه، الولد يعني 48 ساعه، احنا بنحيي صلاح بامانه على المجهود اللي عامله وعلى الروح وعلى الاداء، والنهارده برضو مش عايزين ننسى عزب برضو، يعني انا شايفه قدم مباراه كويسه اول امبارح والنهارده، يعني في بعض الاخطاء طبعا لكن الاوفر اول بالنسبه معذور طبعا نهائي كاس. اقول حاجه بعد اذنكم، احنا عايزين برضو نوجه رساله للحسيني، الحسيني ما يزعلش، الولد لسه صغير حط سيرف بره في وقت مهم ولا اي حاجه، كسبنا قبل كده وهيكسبنا تاني طبعا. اللعيب هو طلع لقيته الولد يا عيني جالد نفسه جامد، يعني الولد انت حسيت بيه يا كابتن؟ حسيت بيه يا كابتن؟ طبعا يعني احنا اديله رساله يا كابتن، يعني قول رساله لحسيني. حسيني من يعني انا مش والله ما مش بجامله، بس هو فعلا من يعني من احسن المواهب اللي موجوده في مصر في الكره الطايره دي، موهبه بمعنى الكلمه. طبعا اللعيب صغير ما كانش موفق في الدوري في اخر طول الماتش كان كويس، بس حظه سيء ان اخر كورتين في الماتش هو اللي غلط فيهم. البطوله العربيه لعب النهائي، البطوله العربيه لعب النهائي كله على مدار افريقيا السنه، افريقيا السنه في تونس، فطبعا الخبرات يعني مع الوقت هيتعلم، ان يعني اكيد مش المفروض ان انا مثلا في بطوله معينه غلطت في اخرها او كده، ده تاثر عليا في بقيه الموسم، لازم بسرعه قدامه كتير ان شاء الله هيكسبنا كتير. هو باين من ماتشات الكاس ان هو متاثر جدا بمباراه الدوري. استاذ صغير يا حبيبي، طب كابتن توجه له كده؟ لا انا يعني يمكن علاقتي بالحسيني يعني قريب مني جدا، فلا هو سن صغير والموضوع واخده على نفسيته زي ما معروف قال لك على موضوع الدوري، هو حاسبها ان اخر نقطتين هو اللي خسرهم، بس انا شايف ان احنا عشان اعرف اخرج لعيب من المشكله دي اشوف بقى وهو في البطوله العربيه ازاي يكسب، وهو بطوله افريقيا ازاي يكسب، ما اقعدش دايما ابص الحاجات السلبيه عشان اخرج من اللي انا والوضع اللي انا فيه، لازم ابص على ايجابياتي عشان اقدر اكتسب الثقه. استعيد الثقه تاني، سواء هو هيقوم بالدور ده او حد من الجهاز الفني هيقوم معاه بالدور ده، ان هو ازاي يخليه يرجع لثقته تاني. انما هو لعيب مهم جدا جدا للفرقه، احنا شايفين دلوقتي الثلاث اربعات صغيرين جدا، بنتكلم في 23 و24 سنه، محتاجين وقت ان شاء الله، محتاجين خبرات، وباذن الله القادم باذن الله يكون افضل. كابتن عبد اللطيف عثمان بشكرك شكرا جزيلا، وعطيني وشرفتني، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. ربنا يخليك، شكرا كابتن. كابتن محمود رؤوف نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله يا كابتن. شكرا كابتن. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده، وانتظرونا ان شاء الله في جولات اخرى بكره ان شاء الله، عندنا الاسبوع ده كله جولات، هنكون مع ابطالنا وهيكون معانا يعني مباريات كثيره، تابعونا، تابعوا صفحه قناه النادي الاهلي وتابعوا خلال قناه النادي الاهلي، هنقول لكم خلال بكره الاحد والاثنين والثلاث والاربع ان شاء الله عندنا كل يوم جوله واثنين من جولات الابطال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والى جوله جديده من جولات الابطال.